السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، صلاة السلام على رسول الله. بسم الله به نستعين. رقيت قبل شوي، قبل ربع ساعة رقيت تنين لليفل 12. بنشوف مو جيمينج، بنشوف أول مباراة للتنين الصغير. إيش هذا؟ إيش هذا؟ حرام 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 حرام. يعني أنت يا محمد جالس تنجلد، جالس تاكلها على راسك. المفروض يعني الموضوع يكون محل دراسة، يعني انك تدرس الموضوع، يعني دراسة شاملة وترتب تشكيلة مختلفة، تشكيلة تخش فيها لعالم آخر، لمجالات أرحب، لأكوان أوسع، لعالم فسيح تطير فيه لا تصيح. ف يعني التشكيلة ذي خلاص، من جد خلاص، يعني خلاص 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 من جد، يعني مفروض خلاص. هذه التشكيلة درعمت بما فيه الكفاية. لا نشوف كيف يلعب ساحر يأكلهم كلهم، ينقشهم كلهم هذولا. لن تصل لن تصل لن تصل أولا المعدل الإكسير، ثانيا الليفل، ثالثا ما فيش هجوم. الخصم ايضا يلعب خطة الغضب، يعني كان عندك كثير تلعب فيك ضد العملاق. ف حرام حرام والله العظيم. يعني صراحة، يعني ايش يتوقع جالس ياكل خسائر. خلاص انت الان وصلت مرحلة الخسائر، شيء عادي. مفروض خلاص تغير التشكيلة. كل شوي تبلع تلقم. لا، هذه نستعملها للساحرة مثلا. أيوة تفرق معنا، ساحرة رائعة. توقع الساحرة أو كان الصياد غباء مني. الصياد والله إني كنت غبي يعني يا شباب، والله إني غبي صراحة. يعني فرصتك فرصة مو جيمينج. هذا الخصم ما عنده بطاقة هجومية، جلس ينجلد. موضوع الليفل، معدل الاكسير، وسرعة تدوير البطايق بيفرق معنا كثير بالدقائق، بقدم الدقائق. ف لا اله الا الله. سبعة يحط فيك اكيد، شيء غير طبيعي والله. بيكا مع ميجا نايت مع برابرة، شيء مجنون جدا. 6.0 يعني هنا قوة التشكيلة، هنا تبان قوة التشكيلة. ما أعرف الفرق، الفرق أنه الخصم ما معه هياكل، هذا أيضا أحد الفروق. الفرصة الوحيدة للخصم أنه يحرز التعادل، لازم يسوي كذا. لكن منطاد بدون غضب، شوف كيف كوخ البربر جامد. اوف اوف اوف، شوف المنطاد زاد احترامي للسيد منطاد.
كي تم رفع أصل الفارسات بنجاح. هل بنشوف بيكا مع الميجا نايت؟ محاربات الأوزان الثقيلة الآن، محاربات نادي اللقيمات العربي أو نادي اللقيمات العالمي. أوكي، الخصم يخاف من غدرة البرابرة، لذلك استعمل أسلوب خلنا نتعشى فيه قبل يتغدى فينا. شوف منطاد ليفل ماكس أمام أبراج، يا لطيف استرع ستارة، واو. ميجانايت داخل الآن في الخط، شيء كبير، شيء رائع، شيء جبار دفاع الخصم يعني. وزي ما نقول لكم تلعبون بدون هجوم، سوف تلقمون، سوف تلقمون عاجلا ما عاجلا، سوف تندمون حيث لا يندم. ايش هذا الفارس؟ مستحيل تصد. خصم مستفز بالاخير، لكن لعبها صح يعني، لعبها صح، استفزاز موجود بهذه اللعبة. هذا إماراتي وافتخر. أوكي، مسألة أنه ما أعرف إيش أفتخر، ما أعرف إيش أنا أحط جنسية أفتخر، يعني مسألة فيها نظر، أنه فيها يعني لو أنا أكتب سعودي وأختفر وافتخر، هل يعني الكثير؟ أنا نفسي أظن أنها فيها تكبر يعني، ممكن إماراتي يعني، يمكن متعودين على ذلك، بس يعني سعودي وافتخر مثلا، أو تحس إن فيها تكبر على الناس، أو كويتي وافتخر يعني. يلا مشي حالك. يا لطيف يا لطيف، زي ما نقول لكم، لما ما يكون معك هجوم، بتعاني كثير. حلو حلو، برا ليفل 12، شوف الجلد قاعد يصير. عندنا تنين نار، مشكلة، لازم بيك الآن. الغباء هذا الوضع، محتاج بيكا، محتاج مثل برابرة وكوخ برابرة. كم صرفت عشان تسوي هذه؟ لو لاعب بيكا بس، بس يلا، والبرابرة أصلا قناعتي فيهم، شاهدت فيهم مجروح، لأن شوف كيف، شوف كيف كم يعني فطر جحلط طالع صرف عليهم. ها 11 كسير، 12 كسير، وكذا يعني يموتون رميتهم في رقعات 3 كسير. شفتوا أكثر من كذا إعاقات عقلية و... استغفر الله. شفتوا أكثر من كذا استهبال؟ يا لطيف، خصم ملعون، خصم ملعون، خصم ملعون. ما هو الخصم اللي ودك تقابله أبدا، لا، ولا هو وقت البيكا. هذا المفروض وقت البيكا، هذا المفروض. يستاهل الخصم صراحة، انه كان محترم. تشكيلة مو جيمينج وقع بشرع مهله الآن، هبط 90 كاس تقريبا يعني. ف الله المستعان، بنشوف أول مباراة لي. شوف كيف الخصم كل بطايق وماكس، كل بطايق وماكس، فكان تحدي كبير، كان تحدي جدا كبير. وزاد على كذا ليفل 11 هو، أنا ليفل 10. الموضوع يعني مباراة من البداية فيها شجون، وزاد على كذا أنا عندي أمير وعنده أمير، وتوقع عنده أمير، ف يعني مواجهة. زاد على كذا أنا اللي بادي اللعب، هو بطايق وماكس يجلس يتفرج ويتسمسر. هو عنده أمير، فكيف صاحب الموضوع جدا. وزاد على كذا
كم قلنا زيادة على كذا؟ زيادة على كذا ما في أسهم بالبداية معاي، فشفتوا أكثر من هذا الحوسة وأكثر من هذا التصبيط من طرف اللعبة. شوف الأمير ماكس كيف يسوي يعني نص أو 10% من أمير ماكس قدر يوصل. شوف أنا ما كنت متوقع أبدا، ما كنت متوقع ولا بالي إنه يقدر يوصل هذه البقطة البسيطة بالأمير. لكن أمير ماكس أمام ليفل أبراج ليفل 10، توني أستوعب يعني إنه فرق كبير. الله يعين، الموضوع لسه ما خلص، عنده حطاب من طاد لسه ما خلص، عنده ساحر ماكس، الوصول صعب، وصول صعب. واحد ابدا ما يدري ايش يسوي يعني. الحين تارك البراميل لأنه ما عندي يعني أي فرصة ولا أي فكرة ولا أي مجال. هذه مباراة فيها التنين الصغير ليفل 12 معذا، لكن ما أشوف منين يعني. يوم طورت شوف كيف اللعبة وصخين الآن، تكتيك العسكري العملاق قدام الكل عشان هو اللي يتحمل، هو اللي يعني يكون في وجه المدفع. ورهيب الخطة نفعت، هو بوجه المدفع هنا مفروض العثار كلي صح المفروض، بس من روعة الحطاب ماكس. الحمد لله صح الكارم موجود. هذه هجمة بداية الفوز. شوف كيف تجيب الفوز من هجمة فيها بيكا من هنا وعملاق ملكي من هنا، تجيب الفوز إن شاء الله. ان شاء الله غصب مع وراهم ساحر كهرب غصب. وجود جيمينج احترام كبير، احترام مع الاسف ما يعني عطانا بوسة نقول له شكرا. ف هذه كانت حكاية اول مباراة بالتنين الصغير ليفل 12. شوف كيف اللعبة وسخة، لما كان ليفل 11 كنت اقابل مينيون ماكس فجأة طورته لليفل 12 اختفوا المنين. لعبة حقيرة ونجسة، استغرابة من هذا نظام المباريات من نظام اللعبة. السلام عليكم، نشوف الآن مين المتصلين. حسام محمد يعني السلام عليكم ورحمة الله.